الشيعة أكثر في إيران. ليش؟ لأنه عمر بن الخطاب كسر خشومهم وأذلهم، يعني إمبراطورية عظيمة مثل الفرس يجون مثل ما نقول عرب أجلاف على البعران يفلشوها وبعدين يقتلون الأشراف، وهذه بناك تبقى يعني سنة سنتين تروح ما تروح، مئات السنين ظل كراهية باقية. ولهذا أعداء الشيعة إيران مو أبو بكر ولا خالد وليد، عمر، دائما عمر يلعن عمر. ليش؟ ورتبوا عليه شنو؟ أنه كسر ضلع الزهرة حتى يطلو فد طابع ديني، ولا كسر ضلع الزهرة ولا واقعا. فالعجم حقهم مو سهلة إمبراطورية كاملة يفلشها. اسكندر ما فعل هيك، اسكندر احتل ايران كلها ورا عدة اشهر انسحب وخلاهم على دينهم. دول العرب ايش سووا بهم؟ ما خلوا اعراب، لا خلوا دمار، حتى تاج كسرى فلشوه بالسيوف، فلشوه كل واحد قطعة. التاج ليش تفلشه؟ ذهب ما يفتهمون هذا التاج. لو هالزمان كان الأمم المتحدة والمنظمات التراث تشتكي عليهم مثل ما طالبان فلشوا بوذا. هاي أثر قديم، ما يفتهمون الآثار شنو بيش حبه جيب. فهذه أساس النظرية باختصار ونتائج هذه أساس النظرية باختصار ونتائج